بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بيكم من ايفنت المنيا وتجمع اعضاء المنيا. ومعانا، عايز تقول كلمه انت؟ انا سيد يا سيد. انا والله انت اقنعت، يعني ان انا ما كنتش اقترح للدكاتره كتيره، ما كنتش بركز مع دكتور، كنت اخد الورق وانا اقطعها. ما بتاخد الورقه ليه يا سيد عشان تقطعها؟ ما كنتش مقتنع بيها، ما كنتش مقتنع بيها. انت حضرتك يعني لما دخلت الصفحه بتاعتنا جميله، انا باكل لما يعني بحس ان انا شبعان الحمد لله، بحس ان مفيش علاج وده كله. بس الفتره اللي فاتت دي تعبت شويه برضه. من ايه؟ كان لا انا جالي شويه تعب في العصب السابع، فبرضه ما حاولتش ان انا الخبط يعني. الحمد لله يا سيد. بس ممكن بهرب يوم واتنين. طيب. يعني ماشي يا سيد نهرب. ماشي ماشي يا سيد. بس اول ما اشوفك انت اروح على طول. ايه يعني انا بقيت عامل حاسه وانت تقول ايه التزم؟ اقول هو ده معايا ولا ليه؟ عايز اعرف هو ده يعني حد بيبص له؟ والله بحس ان انت يعني مركز معانا. بالك قد ايه معانا يا سيد؟ انا بالظبط شهرين. يعني اول سبعه قسيت الوقت حاليا 12 كيلو ونص ان شاء الله. ده بالعك يعني؟ ده بالعك. بالعك بس بقى يعني انا اول ما اعك من هنا عليك انت على طول هرجتني حاسس ومش عارف ايه وناكل. اقول الراجل انا عايز اعرف هو معانا يعني ولا سيبه ولا مصور الكاميرات جعانه بالبيت ولا حد بيخبص له؟ لا ما هو انا عارفكم. انت عارف ما انا كنت عايش معاك. انت بتقولهم لنا بالظبط. ايوه والله. طب وليه نعمل وليه نسوي واحنا لسه عاملين؟ طب تبقى ماسك الساندوتش. اه والله تبقى ماسك الساندوتش. لا بيبقى اول ما تشوفني ايه ده؟ لا بيبقى عامل الحاسه وانت على طول يعني طب ليه عملنا كده وليه سوي؟ طب ايه ده؟ ايه ده؟ هو حد قال له ولا ايه؟ والله وبعد كده اندم. يعني مثلا ما تطفس مثلا في الليل مثلا ايه على ربع رغيف مثلا مع بيض مش عارف. طب مين بتعمل عقلك بعقل ربع رغيف؟ مش عارف يعني تعمل عقلك بذمتك ما بيصعبش عليك وانت ماسكه؟ والله بيصعب. يعني تقعد تبص له كده الربع الرغيف؟ والله ما اقولكش حرام عليك سيبني يا عم، سيبني. أيوة مع بقيه الثلاث ارباع. أيوة بتوعي. وبعدين افضل اقول للمدام انت بتديني خيار. طب والله ما عندك قشطان. طب سلطه. ما هي بقى ايه عندك ايه جوه؟ اديني الثلاجه هنا وانا هاخد اللي انا عايزه. لا انا بقوم احط راسي جوه الثلاجه واطلع واجري جوه، فاهم انت؟ المدام عندها انجاز؟ لا انا اختي. اختك؟ لا اختي انجاز جامد دي والله. والله لا تعالي خش بقى. ايه جاب لي هنا سيد؟ ما تعملش عليك بعقل الربع الرغيف يا سيد. أوه. وما تروحش تمسك في الرغيف كله وتقول اصل انا صعب عليا الربع. اتفضل. انا كنت بدأ معاكم من يوم 7/2 بوزن 101 كيلو. 101 101 ما شاء الله. لغايه يوم 7/7 كنت 80 كيلو ما شاء الله. لا قوه الا بالله. قعدت شهر بقى الوزن ثابت ما شاء الله. بس لغايه الحاله انت معلش انت بداتي من 101. بدات 101 دلوقتي كام؟ 80 كيلو. ما هو انت كده يعني اللي هو خلاص بتفنشي. ايوه. فاللي هو الجسم بقى عارفه انت واحد كان مليونير وعنده فلوس كتير فبيفرتكها. أيوه. لكن لما معاكي 1000 جنيه بتقعدي بقى تفكري 100 مره انت هتصرفيهم في ايه؟ صح كده؟ صح كده. هو الجسم برده كده. أيوه. بقى عنده شويه دهون قليلين فبيحاول يفكر هيصرفهم فين. أيوه. ويقعد بقى يمسك عليك ويقعد يذلك عشان خاطر ينزل شويه. أيوه. فانت مع الاستمرار ومع اللايف ستايل بعد كده ان شاء الله وحتى بعد التثبيت هتلاقي فيه نتيجه كويسه ان شاء الله. لسه بس خايفه ابتدي بالتثبيت الصراحه يحصل حاجه. كده وقت قد ايه؟ ال 5 شهور. الكام؟ من 7/2 كيلو. 21 كيلو. 21 كيلو. كام؟ 5 شهور. 5 شهور. بس وها يوم سهل بقى ابتدي بالتثبيت ويوم سهل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ينفع نبدل نظام يعني الدايت؟ يعني تبدله يعني انت مثلا كتير من الصدور يعني النظام مثلا خبط في الحيطه او عايز تستعدله؟ ايوه. عمل حادثه مثلا عايز تجيب نظام جديد؟ لا لا يعني نبدل مثلا يعني مثلا فيه ولا نمشي يعني ايه تبدل ايه؟ اقول لك يعني لو مثلا ما فيش فراخ ينفع مثلا مثلا لحمه؟ لا بص لو انت مكتوب صدور دجاج او مكتوب جبنه قريش او مكتوب سمك مشوي او تونه ما ينفعش ابدلهم بلحمه. طب مثلا مسقعه مثلا؟ مالها المسقعه؟ خضار نايف ني يا عم انت جعان شكلك كده. لا والله تمام. والله تمام. ايوه ماشي. انا امبارح كله ما اكلتش لقمه. مسقعه انت تعملها دايت كلها؟ ايوه دايت. ايوه خلاص ايه المشكله؟ عادي يعني عادي خالص. سلطه خضراء ماشي. عندك طماطميتين وجزرتين وخيار مفتوح وخس مفتوح حتى زي ما انت عايز عادي. كل الكلام ده تمام. بس هي ام سيد خربت الدنيا معانا. ليه يا عم؟ والله ليه بتلعب لنا كده كام يوم؟ ايوه تبغى تبقى ملتزمه. والله رساله لام سيد. رساله لام سيد. ارحمي سيد يا ام سيد. ارحمي سيد يا ريت يا ام سيد. والحله البريستو بلاش منها. والحله البريستو بلاش منها يا ام سيد.
الكوارع لسه امبارح عاملينها لسه يعني الكوارع يا عم سيد. ام سيد انا جاي دلوقتي عشان اكل مع سيد. لو رحت الوقت في لحم الجديين والله العظيم. خلاص احنا رايحين عند ام سيد كلنا يا جماعه ناكل عند ام سيد هربانين منها. طب خلاص انت هقول لك على حل حلو. انت اول ما تلاقي اكل في البيت ماشي اطلع اجري. اطلع اجري اطلع اجري. ايوه سيب البيت واطلع اجري. امبارح ده ندم عليا وقلت له لا مش طالع انا خلاص مش دعوه بيا انا مشيت. ان شاء الله عليك. بص يا سيد والله نصيحه يعني نصيحه والله العظيم الحمد لله والله محدش هيحس بالالم والوجع اللي ممكن تحسه. لا والمشكله اني عامل عمليه في رجلي فيها شرايح مسامير او حاجه. لا انا كانت رجلي لفه وعملت عمليه فمش مستحمل يعني هي عايزه. ما انا بقول لك احنا عايزين نعيش في الحياه دي واحنا مستمتعين بالحياه. بس هو اهم حاجه في موضوع الرجيم ده ان انت تبقى يعني راضي بالشخص اللي قدامك يعني تسمع كلامه اهم حاجه. مش موضوع ان هو فرض عليك تمشي واحد انت تربع. لا يعني انا بامانه بامانه اول ما بشوفك يعني مش جامله قدامك يعني اشوفك على الصفحه بتديني دفعه الحمد لله قسما بالله. طب انا من يومين جالي ملل في الليل ان انا خلاص بقى رجيمي بقى بتاعي انا همشي بقى مع نفسي واحده واحده وانا عرفت الدنيا ماشيه ازاي واتخانقت وقلت لماما انا خلاص كده 100 100 قالت لي براحتك بس انت مش في خسار انت في احسن. طلعت انا كنت جعان الساعه دي في الليل بقى الليل واخره الليل واخره ومسيد يعني ومسيد. يعني عيني الراجل بيعاني معاناه بس ربنا سترها ربنا سترها ربنا سترها. انت جاي لقيت خيار بقى ولقيت كمتره فاهم انت قعدت الله ما زكش طول. طب روحوا انتوا خلاص نلخبط في يعني في المسموح احسن ما نروح لام سيد وتدلنا بس كده لحم الجديان يزعل يقول لي توكيني اكل دايت انا عايز اكلك مسلسل فاي اصلا. لا على فكره لا على فكره تعالى حسن على فكره يا حسن الاكل ده هيساعدك ان انت تبقى مبسوط وهيساعدك ان انت ما تعملش اكل دايت تكون انت مع نفسك. لا على فكره الاكل الصحي ده مش للتخان بس والله. انا باكل معاها والله والله مش للتخان. بعدين هو عندك شويه كرش اهو اقول له كده لا يشفط بقى بعدين مش حاجه اهو تعالى كده. لا ما تهرجش ما تهرجش تعالى تعالوا كده قربوا قربوا قربوا. دي عيلة سيد عيلة ام سيد عيلة ام سيد ربنا يديها الصحه يا جماعه. اتمنى كده ان ام سيد بقى يعني ترقف بحال هذه العائله ايوه وتسيب الراجل ده في حاله ايوه والله. فرسالتنا النهاردة بلاش يا أمو سيد تأذي ابنك سيد وأسماء بنت أمو سيد. أيوة بالله العيلة كلها خد بالك كلنا بقى ننادي أسماء بقى دي كلنا كده هو كده الحاجة اوبا و27 سنة. طب أمو سيد نفسها خلي بالك أنا القميص ده في العيد جبته. أمو سيد 114 بس عندها 55 سنة. لا تخس بقى أمو سيد هي أمو سيد يعني حسب الظروف ممكن الدنيا الدنيا حلوة بقت 110 هي حلوه نازله يعني بس هي بتموت في حرها في الايه بتموت في حرها هي جايه ربنا يكرمها والله جايه والله ام سيد جايه ام سيد جايه يا رب. لا ده احنا هنعمل لها حلقه مخصوص مع ام سيد ماشي خلاص احنا هنستنى برضه رساله للمبليل برضه لا المبليل لا لا ما هي دي برضه يعني بتنزل السلطات بقى ولا ايه مع حاجه مسيد ده الشيطان الصغير بقى دي. طب اجي لك ايه بيض في الليل طب اعمل لك مش عارف ايه ست احنا محترمين البركه معاك اهو والدنيا حلوه مشيت مغريات وهي رفيعه بقى فبراحتها وهي رفيعه بقى فاهم قصدي يعني احذر من الناس الرفيعه دي يا جماعه اي والله هتبوظ لنا حياتنا وتخنا وبعد كده يقف من بعيد ويضحك عليك. بص هو اللي بيحصل كده صح هو اللي بيحصل كده ايوه والله المصابطون بس بصراحه ساعدني كتير جدا ربنا يديك الصحه. لا هو حسن جاي خلي بالك انت يعني انت حتى ايه لا قدر الله حصل لها حاجه انت هتتعب ايوه وهو اي حد فينا يحصل له حاجه انت معلش يعني هتفضل هم شايلينك لغايه امتى. ايوه يعني هيفضلوا انت حتى هيصعب عليك نفسك بعد كده. لا انا كنت بطلع يعني الوقت تحديدا 12 كيلو ونص وانا قاعد في الرابع الوقت بطلع يعني بحس ان انا الوقت انا بمشي شويه كده مثلا بفرحان انا ايه بحس بنفسي ان انا يعني ماشي كده عن الاول وعايز امشي عايز العب رياضه. انت هتحس بالجو اللي حواليك ده والله. يعني الهواء شويه الهواء اللي عمالين يهفف فينا دول هم كده والله يعني وهنا الجو حلو يعني بس المشكله ان الواحد
جو حلو ايه؟ احنا اللي خلينا الجو حلو النهارده. اي أيوة والله احنا اللي خلينا الجو حلو. أيوة ما تقعدش تكذب تقول لي الجو والله حلو. والله والله تاني انا كنت اي كومنت هتعمله كنت هروح وراك. ربنا يديك الصحه حبيبي والله يكرمك. يعني في اي حته ربنا يخليك. حاضر الساونا بعد الصلاه. الحمد لله ما فيش ساونا. ايوه طبعا ده واد محبط الواد ده اهو. يا حسين يا جسمي يا حسين يا جسمي مروعك يا محبط. لا لا والله لا والله احنا بص يعني بامانه انا اول ما احبط اجيب اليوتيوب اجيب الصفحه يعني. الله يديك الصحه والله زي ما قلنا. انا نفسي بحس ان انت امل يعني. يعني انا بقى يعني بتمناك بتمنى كده ان انت بقى تاخد نصيحه من اخ لاخوه ما تلخبطش. طب انا هاخد النصيحه بس انت تاخد نصيحه مني ان انت ما حدش نرفزك ولا حد تزعل من حد. أيوة. لا 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 من اي حد يزعل. اصل انت لما بتزعل ما حدش يقدر. يا عم سيد ما حدش يقدر. انت بقى ما حدش يزعلك. وبعدين لازم يعني اللي هو الناجح الناجح بيبقى ليه كده. احنا بنحاول اللي هو يعني ايه ننبه الناس ان بس كده. انت ما تتزعلش ولا حاجه. احنا وراك يا ريس. ربنا يخليك حبيبي والله يكرمك. احنا وراك يا ريس والنيل ورانا هنجري وننط في النيل. لا والله ربنا يخليك يا سيد. وفي انتظار ام سيد. استودعكم الله. شكرا يا سيد. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا اللي بتاكل البوريو. السلام عليكم. السلام عليكم.